بردك على الناس اللي كان قالوا شرط الكابتن كانت تقيل على هشام محمد في النادي الاهلي. لا لا خالص، ولا انا اصلا ما بسمعش ولا بقرا، ولا يعني اعتقد الناس القريبه مني عارفه ده كويس. يعني انا حتى ما بظهرش كتير. ايوه، لكن انا طول عمري، انا زي ما بقول لك انا متربي في النادي، وطول عمري مراحل الناشئين كلها الحمد لله انا كابتن فرقتي. فده يعني دي حاجه ما تشغلنيش خالص، بالعكس انا كنت مع زمايلي كلهم كويس الحمد لله، والناس كلها بتحبني وبتثق فيا، وانا اكتر واحد عارف قيمه المكان، مش أيوة. مش ابن النادي وخلاص، لا انا عشت. يعني انت بتقول لي من سبع سنين، سبع سنين؟ طبعا طبعا. طيب انت هشام، انا اكتر واحد عارف قيمه النادي وقيمه تيشيرت النادي وقيمه شارت الكابتن، ومش كلام يعني، مش طبعاً. لا انا عارفها وحاسسها، وعندي يعني عندي كل الشعور والاحاسيس بيها طبعا، لكن لا خالص بالعكس. طيب هشام، يعني انت لحد دلوقتي ما اتكلمتش على حاجه مهمه جدا الناس كلها عايزه تسمعها منك، الطوبه اللي انت خدتها في دماغك في تونس. ممكن دي تكون اثرت عليك لحد دلوقتي ولا ايه؟ قول لي جت التوبه ازاي والنبي يا هشام. والله يا مهيب، انا كنت في ده كان الفاينل، كنت انا مصاب فيه. وكان نفسي بقى ابقى موجود في النهائي، انت عارف ده كان النهائي الثاني على التوالي. ايوه، ان احنا ما نوفقش فيه، فكان في مجموعه موقوفه كتير في الفرقه، الفرقه كان فيها غيابات كتير. واحنا قررنا ان احنا نسافر قبل الماتش، ان احنا نبقى مع زمايلنا، يعني كنوع من انواع التحفيز، وفي نفس الوقت ان احنا يعني ان شاء الله تبقى يحالفنا التوفيق، وتبقى البطوله من نصيبنا، ونبقى كلنا موجودين. وسافرنا فعلا، كنت انا ومؤمن زكريا، ربنا يا رب يشفيه ويعافيه ويسلمه ويرجع باحسن من الاول يا رب، وكابتن احمد فتحي، هو كان معانا حسين عبد الدايق. ايوه، سافرنا احنا الاربعه، رحنا قبل الماتش، وصلنا حوالي قبل الماتش باربع ساعات، وصلنا الاوتيل وقعدنا مع اللعيبه واخدنا معاهم المحاضره ومشينا رايحين على المباراه بقى. طبعا واحنا ماشيين جمهور الترجي في الشارع كله بقى يعني كله بيبص لك ويعمل لك الاشارات اللي هم هيموتونا والحاجات دي، والاجواء كانت مشحونه جدا لحد قبل ما نوصل للملعب كده بحوالي 3 4 دقائق، الاوتوبيس كله بقى ساكت، محدش بيتكلم خالص، وكل اللعيبه مركزه، وكل لعيبه بتقرا في القران واللي بيسمع حاجه، ويعني كل واحد خلاص عايش الاجواء ومركز. فجأة سمعنا صوت أكني مثلا قنبلة، صوت قوي جدا، حاجة بتنفجر. فأنا أنا مع أنا كو أنا ساعتها ما أعرفش أنا اتخبطت ولا أنا إيه اللي حصل. أنا سمعت صوت، أنا قلت حاجة انفجرت في الأتوبيس، فكلنا وقعنا، أو كلنا حصل لينا مشاكل بقى. فبدأت أسمع صوت اللعيبة بقى، الحق دكتور الحق دكتور، هشام اتعور. أنت يعني أنت عارف إن أنت اتعورت من زمايلك مش منك؟ لا انا مش عارف انا اتعورت من ايه. انت مش حاسس بحاجه اللي احنا فيها؟ انا سامع الصوت، طبعا الحدف يعني زي حجر كبير يعني خرج الازاز وخبط فيا انا. لكن انا يعني انا مش عارف ايه اللي حصل، انا كل اللي انا سامعه الصوت الفظيع دوت، وانا حاسس ان في حاجه في الاتوبيس انفجرت، لكن ما اعرفش مين متعور او مين مغبوط او حاجه. بدات احس ان انا دايخ، وبدات يعني بدات ابص تحت كده، فلقيت الدم نازل من دماغي، وكل ده انا ما اعرفش برضو انها طوبه. كان ممكن تدخل السكور بقى يا هشام ولا كان صعب؟ لا انا كنت مصاب الحقيقه، احنا كنا رايحين بس نازل. ايه المشكله يا عم، خش السكور. المشكله يعني في تصرفات، يعني دي الطوبه عندنا في مصر يعني خلت ماتش مصر وزيمبابوي راح فرنسا. دي حقيقه، حقيقه. ما هو ساعتها يعني ده من اسباب ان الفرقه ظهرت بالمظهر ده في النهائي، ان فعلا كان الاجواء مرعبه. وطبعا لما يشوفوا زميلهم بالمنظر دوت، وانا الجرح فعلا كان كبير يعني. لا الوضع كان صعب، الوضع كان صعب هناك جدا، واثر بشكل كبير على اداء اللعيبه في الملعب يعني. هو انت اول ما رحت النادي الاهلي طلبت ان انت تنضم لمنتخب مصر يا هشام؟ لا خالص، عمري يا مهيب ما عملت كده، ولا عمري هعمل كده خالص. انا ما بسعاش لحاجه خالص،
الحمد لله الكل اللي عارفني كويس. انا راجل يعني الحمد لله في حالي وبشتغل واعمل عليا وما بسعاش ان انا حد يعمل لي حاجه، يعني ربنا اللي كاتبه لي انا هشوفه. وانا الحمد لله مبسوط باللي انا فيه وباللي انا حققته وباللي انا بحاول اعمله، وانا في نعمه وكرم كبير قوي من ربنا وبحاول اعمل احسن حاجه عندي. بس عندك اكتر، عندك اكتر من كده هشام بكتير قوي يعني. ان شاء الله ان شاء الله، دي حقيقه دي حقيقه. زي ما بقول لك انت ممكن تكون قصرت شويه، الظروف ما ساعدكش شويه، ممكن يكون يعني العين او الحسد بتاثر مثلا في حد بشكل اقوى شويه، انا من النوعيه دي للاسف. يعني الحمد لله ان شاء الله، يعني هسعى ان انا اعمل احسن حاجه عندي وان شاء الله اللي جاي يبقى افضل بالنسبه لي. ولازم تستغل ان انت في نادي كبير وعنده جماهيريه وشعبيه، ويعني وترجع تاني هشام محمد اللي كلنا عارفينه، اللعيب الموهوب اللي دايما بيبقى رمان خط الوسط في اي فريق بيلعب فيه. ربنا يخليك يا مهيب. طبعا انا في مكان طبعا كبير برضه وناس كلها محترمه ومجموعه ممتازه اللي معانا، ومعانا رئيس نادي يعني راجل وانا بشكره حاج محمد مصلحي. أيوة. هو وفر لي كل حاجه وعاملني معامله كبيره وراجل محترم جدا يستاهل كل حاجه حلوه يعني. اتمنى له التوفيق دايما وان شاء الله نقدر نقدم له حاجه كويسه ان شاء الله هو ونحل الاتحاد. بالتوفيق لك يا هشام، وان شاء الله ترجع لهشام محمد اللي كلنا عارفينه، وانت موهبه كبيره، وان شاء الله نادي الاتحاد قادر ان هو يرجعك مره اخرى، لان اعتقد من الانديه اللي بتعرف ترجع لاعبتها الى مستواها الطبيعي في الفترات القادمه. شكرا لك هشام، عندي عاجل.